خير ان شاء الله. احنا الشعب الفلسطيني تعودنا على هاي الشغلات، يعني لا بيتنا اول بيت ولا اخر بيت. وطبعا عمليه الهدم بس ما هي اللي بتدل على ان على الحقد والبغض. يعني انا بتطلع عمالي حواليا، مش بس عمليه هدم، عمليه حرق عاملين للبيت، عمليه حرق بمعنى كلمه حرق.